سعاده قويه عند كل جمهور الاهلي بعد الفوز على المصري المرسعيدي بنتيجه 2-1 والصعود لنص نهائي كاس مصر عشان يواجه انبي في نص النهائي في مباراه ساخنه جدا في اللحظات الاخيره من المباراه. يعني في بدايه المباراه النهارده كابتن علي ماهر اكتر يعني حاجه كان بيوجهها للاعيبته هو اللي ما تعترضوش كتير على حكم اللقاء وحاولوا تركزوا في الملعب بس، واضح التوجيهات المستمره والدعم المستمر ومطالبه التركيز المستمره من الكابتن علي ماهر اللي بيطالب بيها لاعيبته باستمرار من اللحظات الاولى من المباراه. مستر كولر واقف وبيدعم لاعيبه الاهلي وبيطالبهم بالتركيز وبيسقف لهم وبيحاول يدعمهم من اللحظات الاولى امام المصري. حضور جماهيري للمصري وللاهلي النهارده في المدرجات اللي بيبدا جمهور المصري يهتف لاعيبته ويدعمهم ويطالبهم بالضغط على لاعيبه الاهلي من المدرجات. جمهور الاهلي ما بيبطلش هتافات في المباراه النهارده على طول المباراه، كان فاضل او كان واضح الشد على الكابتن علي ماهر اللي بيتكلم كتير جدا النهارده مع الحكم الرابع في الشوط الاول وبيبدا يعترض اكتر مره ويطالبهم كده او بيبدا اكتر من حد من دكه المصري تقوم وتعترض وتتكلم كتير مع حكام اللقاء. الوضع على الدكتين كان هادي، كان يعني ما هو الا كلام ما بين اللعيبه سواء على دكه الاهلي اللي بيدخلوا مع بعض في وسط حوار وحديث جانبي كده وتعليق على المباراه، وده اللي بيعمله لعيبه المصري على الدكه، بيتكلموا مع بعض اكتر من مره وبيبداوا على طول يتناقشوا من الوقت للتاني في المباراه. لكن اول لما انتهى الشوط الاول بدا على طول يكون في توجه من اكتر من حد من لعيبه المصري لحكم اللقاء اللي بداوا يتكلموا معاه كده. بدا حسين الشحات يتكلم معاه او حسين السيد لاعب المصري يتكلم معاه اثناء دخوله لغرف الملابس. الشوط الثاني كان هو شوط الاجواء وهو شوط الشد العصبي القوي جدا، وده اللي كان واضح على مستر كولر اللي كان معترض على عمليه اضاعه الوقت اللي كان بيعملها لعيبه المصري في الشوط الثاني، وبدا يتكلم مع حكم اللقاء وبدا يعترض بشكل كبير جدا ويتكلم معاه اكتر من مره. وبدا بقى في لقطه كده يقوم مستر ميشيل مدرب حراس الاهلي يزعق ويتكلم وينادي على جاد حارس المصري، وبدا يعترض بشكل كبير جدا على عمليه اضاعه الوقت اللي بيعملها جاد النهارده. وبدا بقى على طول دكه المصري كده تقول لدكه الاهلي ان انتوا ما تتكلموش معانا، وبدا يعني يحصل يعني مشاده كده ما بينهم، لكن الوضع بدا يهدى على طول بعد الحديث ما بينهم، وبدا على طول الدكتين يقعدوا هادين. واضح بقى يعني الغضب وواضح الحزن وواضح التالم القوي جدا على لاعب الاهلي اللي تم اصابته النهارده اثناء الشوط الثاني من المباراه، تعرض خالد عبد الفتاح للاصابه كده في الكتف وكان باين اللي هو بيتالم بشكل كبير جدا، وده بقى اللي خلى طبيب الاهلي خده ودخل بيه لغرف الملابس، ما يعني ما توجهش للدكه. الانفعالات بقى والاعتراضات القويه جدا كانت واضحه على دكه المصري اللي بدا الكابتن علي ماهر يقوم ويزعق للاعيبته اكتر من مره النهارده ويطالبهم بالتركيز قدام الاهلي. انفعالات قويه جدا وتعليمات بقى واضحه من مستر كولر لكل لاعيبه الاهلي او للاعيبه الاهلي اللي بيتم مشاركتهم كبدلاء كده. بدا يقف وبدا يوجه كندوسي وبدا يوجه يعني عبد القادر قبل ما ينزلهم ويشاركهم في المباراه النهارده، وبدا يطالبهم بعمليه نقل السريع للكره. بدا بقى الجمهور المصري يهدى الى حد ما في الشوط الثاني، ما كانش فيه تفاعلات او ما كانش فيه هتافات قويه عندهم، لكن جمهور الاهلي هو اللي ما بيبطلش وهو اللي بيهدف طول المباراه في المدرجات. طبعا حضور جمهور الاهلي النهارده اكتر واقوى من حضور جمهور المصري، لكن خليني اقول لكم بقى الاوضاع بدات تتغير خالص في اللحظات الاخيره من المباراه، واللي بدا بقى يجي هدف كده للمصري بدا يعني الاحتفال ما كملش للحظات اول لما حكم الرايه رفع الاوفسايد، وبدا يتحول بقى الاحتفال دوت لاعتراض كبير على كل دكه المصري اللي اعترضت على عمليه يعني الغاء الهدف او رفع الاوفسايد في الهدف. لكن اول لما رجع الحكم للفار بدا بقى يظهر السعاده على احد الاطفال كده من حاملي الكور من الاطفال الاهلاويه اللي متواجدين في ارضيه الملعب اللي بدا يحتفل وسط كده يعني حزن من دكه المصري. لكن طبعا الاجواء اتغيرت خالص اول لما جه بقى هدف المصري اللي جه في الدقيقه 90 واللي احتفل بيه كل دكه المصري احتفال هستيري على الدكه، الكل بيحتفل والكل واضح عليه السعاده الكبيره جدا. كل جمهور المصري كان في اللحظه او قبل ما يجي الهدف كده كان كل بيهتف يا رب، بدا السعاده تظهر على كل جمهور المصري. طبعا بعد الهدف الكل سعيد والكل بيحتفل. اللحظه دي بقى بدا مستر كولر على طول يحتفظ بالكره وبدا ياخد الكره كده عشان يسرع رتم المباراه وعشان ما تكونش يعني المباراه بايد حد تاني ويكون الكره معاه وهو اللي يحدفها. بدا كهربا يقوم ويتكلم مع لعيبه الاهلي. طبعا الاجواء شدت جدا في اللحظات ديت، لكن في اللحظه او ما عداش دقيقه بالظبط وجه ركله جزاء للاهلي اللي بدا على طول بقى السعاده القوه تظهر على كل دكه الاهلي والاعتراض الكبير جدا يظهر على دكه المصري اللي راحت
واعترضت على حكم المباراه وكانت شايفه ان الكوره مش ضربه جزاء وبداوا يوقفوا وبداوا يعترضوا بشكل كبير جدا. يعني الغضب كان واضح عليهم والاعتراض القوي جدا كان واضح عليهم. لكن لحظه بقى تسديد ركله الجزاء قلق كبير جدا واضح على كل دكه الاهلي. كهربا بدا يدي ظهره كده للملعب وبدات كل دكه الاهلي تقعد على الارض وبدا يظهر عليهم القلق الكبير جدا. لكن سعاده قويه واحتفال قوي واضح على كل لاعيبه الاهلي وعلى كل دكه الاهلي وعند كل جمهور الاهلي اول لما جه هدف التعادل في يعني الوقت القاطر كده من المباراه. كان هدف المصري الاول جاي في الدقيقه 95 وكان في 7 دقائق وقت بدل ضايع. الاهلي جاله ركله جزاء في الدقيقه 96. الاجواء كانت مولعه والاحتفالات كانت قويه في يعني مدرجات الاهلي. اول بقى لما انتهى او اول لما جه هدف الاهلي بدا بقى العصبيه والانفعال القوي جدا بعد احراز الهدف مباشره كده يظهر على الكابتن علي ماهر اللي انفعل بشكل كبير جدا وقوي جدا على حكم اللقاء. كان واضح اللي هو متضايق وكان واضح اللي هو غضبان من احتساب ركله الجزاء وكان واضح اللي هو شايف اللي هي مش ركله جزاء وده اللي كان يعني مخليه منفعل بشكل كبير جدا. طبعا على طول حكم اللقاء اول لما شاف اسلوب انفعال وطريقه انفعال الكابتن علي ماهر بدا على طول يطلع الكارت الاحمر وده اللي اغضب كابتن علي ماهر وكل دكه المصري تاني وبدا على طول يظهر عليهم الغضب والانفعالات والاعتراضات الكبيره جدا. يعني الدنيا اتشدت بشكل كبير على دكه المصري لحظه هدف الاهلي وخصوصا بعد احتساب ركله جزاء للاهلي بعد دقيقه بالظبط او اقل من دقيقه كده من هدف المصري. طبعا الكل على دكه المصري حزين وغضبان جدا. كابتن علي ماهر بيغادر بقى للمدرجات وبيبدا بقى الارتياح يظهر على كل دكه الاهلي لحظه نهايه الشوط الثاني وقبل الاحتكام للشوطين الاضافيين بدا بقى يتوجه يعني اكتر من حد حسين السيد بدا يتوجه كده لحكام المباراه وبدا يتكلم معاهم وبدا يعترض عليهم وبدا احد لاعبيه كده او احد لاعبي المصري يروح لحسين السيد وطلبه اللي هو يبعد كده عشان هو كمان ما ياخدش طرد في المباراه. طبعا الاجواء الشوط الثاني جمهور الاهلي بيدعم من اللحظات الاولى وبيهتف لعيبته بشكل كبير جدا. مستر كولر واقف منفعل وغضبان بشكل كبير وبيبدا يوجه لعيبته بشكل قوي جدا. لكن في لحظه كده بقى بدا مستر كولر يعترض على حكم اللقاء بشكل قوي جدا وبدا يتكلم مع الحكم الرابع وبدا يطالب بحساب ركله جزاء ثانيه للاهلي وبدا يقول له يعني الحكم الرابع اللي هو بلاش الحكم يعتمد على الفار بس ويجي هو يشوف الكره بعينيه. لكن الحكم الرابع كان بيطالبه اللي هو ما اعترضش كان بيطالبه اللي هو يقعد. كان واضح القلق عليه وكان واضح الغضب الكبير جدا على الكابتن او على مستر كولر في اللحظات الاخيره. طبعا كابتن علي ماهر واقف في المدرجات باين اللي هو غضبان وباين اللي هو قلقان وبيتفاعل مع كل الكرات كده في المدرجات. لكن لحظه بقى ما جه هدف ثاني للاهلي في الشوط الاضافي الثاني السعاده هستيريه وضحت على الكندوسي اللي احرز الهدف وعلى كل لعيبه الاهلي اللي بدات تتوجه عشان تحتفل معاه بالهدف. بدات السعاده تظهر عليه وبدات يعني الاحتفال الكبير جدا يظهر عليهم وبداوا يحتفلوا مع بعض. الكل سعيد والكل بيحتفل بالكندوسي النهارده بشكل كبير جدا. لكن واضح ان الكندوسي كده كان في احد شباب الاهلي من ذو الهمم يعني هو اللي بشره بالجون وده اللي خلاه راح يحتفل معاه بالجون وبدا يبوس راسه كده وبدات بقى طبعا السعاده والارتياح تظهر على كل جمهور الاهلي في المدرجات اللي سعيد وبيحتفل وباين عليه السعاده القويه جدا. الغضب بقى ويعني الحزن القوي واضح على جمهور المصري المتواجد في المقصوره الرئيسيه واللي بدا كده يعني يضرب كف على كف اثناء تواجدهم. جمهور المصري المتواجد في المدرجات واضح اللي هو حزين واضح اللي هو غضبان. النتيجه واضحه على الجميع. الكابتن علي ماهر واقف غضبان جدا في المدرجات. دكه المصري في اللحظات الاخيره كلهم واقفين بيحاولوا لحد اخر لحظه كده يدعموا لاعبتهم عشان يقدروا يرجعوا قدام الاهلي. لكن طبعا اول لما انتهى اللقاء سعاده قويه جدا واضحه على كل لعيبه الاهلي اللي بدات تتوجه في لقطه محترمه جدا وتسلم على لعيبه المصري وبدا يظهر ما بينهم الروح الرياضيه القويه جدا. لكن في اللحظه دي برضه بدا يحصل يعني مشاده يعني حواريه كده ما بين جاد وما بين حسين الشحات لان جاد كان معترض على الكره اللي شاطها حسين الشحات بعيد كده بعد ما طلعت في اللحظات الاخيره من المباراه. حسين الشحات كان بيضيع وقت على يعني طريقته كده زي ما كان لعيبه المصري هي كمان بتضيع وقت اثناء يعني تعادل الفرقتين في الشوط الثاني. لكن طبعا في لقطه غريبه جدا بقى كان الجمهور بتاع الاهلي بيهاجم او بيحتفل باسلوب يعني اغضب احد اداري المصري البورسعيدي اللي كان واخد تيشيرت من لعيبه الاهلي لكنه بدا يرمي التيشيرت على الارض كده وبدا يدوس على التيشيرت في رد على هتافات جمهور الاهلي. لكن طبعا حسين الشحات لما حصل ما بينهم او حصل ما بينهم وما بين جد المشاده ديت بدا على طول بقى مستر كولر هو اللي يتدخل في اللحظه ديت في المشاده وبدا على طول يهدي حسين الشحات ويقول له يعني لا اهدى كده ومش عايزين يعني مشاكل ثانيه وبدا يضحك معاه ويهزر معاه وبدا على طول حسين الشحات هو كمان يضحك ويهزر. طبعا كل لعيبه الاهلي بتسلم على لعيبه المصري في صوره محترمه جدا وهم خارجين هتافات قويه ودعم كبير جدا من كل جمهور الاهلي بقى في اللحظه ديت لكل
لعيبتهم اللي بداوا يسقفوا لهم وبدا لعيبه الاهلي تتوجه عشان تحيي الجمهور النهارده بعد نهايه المباراه اللي بدا جمهور الاهلي يهتف كده الكاس يا اهلي. طبعا النهارده بنقول لكل جمهور الاهلي اللي حتى الان بيحتفل في ارجاء كده استاد البرج العرب بيحتفلوا حتى الان وواضح عليهم طبعا السعاده النهارده بعد الفوز على المصري بنتيجه 2-1. بنقول لكل جمهور الاهلي وكل لعيبه الاهلي وكل مسؤول الاهلي مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققوه على المصري واللي بيصعدوا بيه لنص نهائي كاس مصر. وهارد لك لكل لعيبه المصري وكل جمهور المصري وكل مسؤولين.